عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. شاكرة جدا على المرور الدائم على القناة والتعليقات الجميلة الرائعة كروعة تواجدكم. اليوم إن شاء الله حبيت أعمل معاكم المكرونة الليبية المبكبكة على طلب أحد الأخوات العزيزات الأخت سميرة، والتحية لكل أهلنا في ليبيا ولكل البلدان العربية. بس قبل ما نبدأ في الفيديو، إذا ما مشتركين في القناة أتمنى الاشتراك وتفعيل الجرس علشان يصلكم كل ما هو جديد. وكمان إن شاء الله حيكون في دعم للقنوات، هذا على الرابط في الوصف، فأتمنى إن شاء الله تشتركوا معاهم وتدعموهم بإذن الله. المكونات اللي بحتاج ليها، بحتاج إلى مكرونة، أي نوع من المكرونة سواء كانت اسباكيتي أو خواتم أو أي نوع يعني. المهم بحتاج لبصل مقطع صغير، إذا بصل نوع كبير واحدة كفاية، وإذا صغير حتقطع اثنين. بحتاج إلى صلصة، طبعا بتحتاج حسب نوع أو جودة الصلصة اللي عندك أو معجون الطماطم. أنا هستخدم صراحة 3 ملاعق. وبتحتاج لي طماطم وفلفل أخضر مقطع صغير، ممكن تستغني عنه طبعا. وبحتاج إلى بقدونس وفلفل حامي، أنا استخدمت واحدة بس من الفلفل الحامي عشان العيال. وبحتاج لي لحمة أو دجاج، أنا هستخدم لحمة. وبتحتاج إلى ثوم مهروس، وبطبيعة الحال تحتاج إلى الزيت. ويلا إن شاء الله نبدأ في الطريقة. بقول لكم بتحتاج طبعا لبهارات متنوعة حسب الرغبة، هستخدم هنا بهارات لحمة وقليل جدا من الكركم وقليل جدا من الفلفل الأسود. وإن شاء الله نبدأ. هنا وضعت الزيت على النار بعد ما سخن، وضعت عليه البصل والثوم. بعد كده هأضيف الطماطم والفلفل الأخضر، وإن شاء الله نواصل في الطريقة. هنا وضعت الطماطم والفلفل الأخضر، أحركهم شوية لحد ما يدبل شوية، وأضيف البهارات واللحمة إن شاء الله. أضيف البهارات طبعا بطبيعة الحال، الملح بنخليه بعد اللحمة تقدر تستوي، بعد ذلك نضيفها. أضيف الملح وأضيف الصلصة وأرجع لكم إن شاء الله. بعد كده هأضيف اللحمة وأحركها شوية مع الخلطة دي، وأضيف قليل من الماء. بعد أحس إنها استبكت شوية، بعد كده أضيف الماء اللي يخلي اللحمة تستوي إن شاء الله. بعد حركت اللحمة شوية في الخلطة، هأضيف قليل من الماء الساخن طبعا. وزي ما قلنا تضيفي دايما ماء ساخن على اللحمة، هي في النار، لأنه لو أضفتي ماء بارد هتكسى، فالأفضل ماء ساخن. وبعد كده هغطيها وإن شاء الله نشوف هنعمل شو تاني. بعد أضفت كمية الماء اللي أنا عايزاها عشان اللحمة تستوي، ههدي النار وأغطيها لحد ما اللحمة تقارب على الاستواء، أضيف المكرونة إن شاء الله. كده اللحمة صارت 3/4 استوى، فهأضيف الملح في المرحلة دي، وبعد كده أضيف المكرونة إن شاء الله. بعد كده خلاص هضيف المكرونة، أضيف كمية المكرونة عندي وأغطيها لحد ما تستوي. بعد كده أضيف البقدونس والفلفل الحار. بالنسبة للبقدونس ممكن تعمل كزبرة خضراء، صراحة أنا ما عندي كزبرة فعشان كده عملت البقدونس. فلحد ما تستوي إن شاء الله ونرجع. كمية الماء لازم تكون مغطية المكرونة، والنار تكون هادية وما تحركيها علشان ما تعجن معاك المكرونة. ليه طبعا سموها مبكبكة؟ لأنها بتبكبك في النار، لو سامعين الصوت يعني بكبكبك كده فيها، فمن هنا جت التسمية إنه مكرونة مبكبكة. طبعا دي معلومة كده على الماشي. كده خلاص المكرونة استوت، راح أضيف البقدونس. بس يا دوب يتحرك بسيط واقفله عشان انا دايره طعم البقدونس يكون موجود، واضع الفلفل. اذا حابها تكون حاره يعني فقطعيها، لكن كده اظن يكون افضل بالنسبه لي الاطفال. طبعا بتترك فيها قليل من المرق، ما بتخليها تجيف خالص عكس المكرونه العاديه. بعد كده خلاص هقفلها ونقدمها ان شاء الله. كده خلاص المكرونة صارت جاهزة، صراحة يعني بجد طعمها رائع جدا.
اتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. وضعت قليل من البقدونس عليها من فوق. ان شاء الله اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمة الله.